يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من المقصود في قوله سبحانه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق؟ المقصود واضح، الذين يتكبرون عن الآيات ولا يقبلونها كبرا وعنادا يعاقبهم الله فيصرف قلوبهم فلا تقبل الحق بعد ذلك، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نعم.